شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله على توفيقه وعظيم فضله علينا وجزيل امتنانه أن جمعنا في بيت من بيوته نتذاكر شيئا من وحيه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، شاكرين له هذه الأيام الفاضلة والتي من خلالها والطاعة فيها نسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، هذا باب في المنهيات من كتاب المنهيات من رياض الصالحين، وأنهينا الكلام فيه بذكر ما تضمنه من الأحاديث والآيات. كان آخر ما عرض علينا وسمعناه قوله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه. وذكرنا شيئا من فقهه وما يتعلق به من الإرشاد والتوجيه في علاقات المسلمين فيما بينهم، ولعله يأتي إن شاء الله جانب من هذا المعنى فيما تبقى من الأبواب. الباب الذي بين أيدينا اليوم باب تحريم الحسد. باب تحريم الحسد، خلق ذميم قبيح لا يصلح أن يجتمع والإيمان في قلب واحد أو في قلب العبد، وهذا فيه حديث سنذكره بعد حين، لأن الباب ليس فيه أحاديث صحيحة، بل فيه قول الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الآيات في الحسد معروفة: شر حاسد إذا حسد إلى آخره. وهذا الحديث المذكور في هذا الترجمة تحت هذه الترجمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود. والحديث ضعفه أهل العلم لما فيه من علل. إذن الحديث هذا الذي بين أيدينا: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب، معناه صحيح، وإن كان الحديث ضعيف من حيث السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، لأن الحاسد يحترق من الداخل كما تأكل النار الحطب تماما، يحترق من داخله. ولهذا قال الحسن البصري: لا يوجد يعني ظالم أشبه بمظلوم من الحاسد، يعني نفس دائم، غم مستمر، ضيق في القلب، أو كما قال يعني تجد دائما الحاسد مهموم مريض كثير النفس، يعني التنفس سريع. فهذا مما يجده يعني من
الحسد لغيره، والحسد كما قال النووي هنا هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا، مهما كانت هذه النعمة حتى في الدين الحسد يقع، حتى يحسدك على صلاحك، يحسدك على توفيق الله لك في الطاعات في العبادات إلى آخره، على ما آتاك الله عز وجل من العلم والفهم والفقه وهكذا. أما الدنيا فلا تحتاج إلى أن نذكر شيئا منها، لأن الدنيا واضح الأمر، المال، أمور النعم الدنيوية هذه، حتى الأولاد. ولكن من الناس من يحسد الناس على أخلاقه، على محبة الناس له، على إلى آخره، على كثرة أصدقائه وإخوانه من حوله، التعامل الطيب معهم، السلوك الطيب، التصرفات، حتى هذه يقول شوف فلان يا رأيت الناس قاعد تعرفه، الناس قاعد تحبه، الناس قاعد كذا، مثال على ما يقدم الخدمات للناس، حتى هو يعني خدوم يخدم الناس، انظر الباب اللي ترميه فيه تجده هناك موجود، يعرف كل شيء، يتقن كل شيء، يحسن كل شيء، الناس تحتاجه. فإذا حتى الأمور المتعلقة بالأجر والثواب والحسنات يحسد الإنسان عليها. ومن طريف ما نقلت في هذا الباب على السريع هكذا حتى نتذاكر، لأن الحسد موجود فينا جميعا يا جماعة، لا تنظرون للحسد على أنه هو فقط الحاسد هو شخص معين يعني ركب فيه هذا الخلق ظلما له، لا، الحسد موجود فينا جميعا، ولهذا قال الله تعالى ومن شر الحاسد إذا حسد، هي عملية الحسد. ولهذا التزكية مطلوبة في كل وقت، التزكية والتربية والتصفية كلها مطلوبة في كل حين، حتى الإنسان يعني يغض هذا الحسد ويخفي هذا الحسد ويغلب جانب الصبر ويتوجه إلى الله صاحب النعمة، موش هذا العبد اللي عنده النعمة هو صاحبها، انظر إلى من أعطاه، من أعطى هذه النعمة هو الله، توجه إلى الله يعطيك كما أعطاه. أما أنك تحسد هذا الإنسان فاعلم أن هذا الخلق ذميم، وأن النفس نتاعك قد طغت وخرج فيها الشر المكنون فيها مستقر فيها، ولم تستطيع أن تزكيها. الحسد فينا جميعا على نسب، فهناك من خرج حسده وهناك من يظهر في بعض المواقف من خلال الكلمات تعرف أنه أصابه شيء من الحسد، رأيت، وشيء من الغيرة المذمومة. وإلا الغبطة هذه التي نص عليها أهل العلم، الرجل الذي يتمنى أن يكون له مال أخيه من النعم من مال أو علم، فيفعل في علمه ويعمل بعلمه ويفعل في ماله وينفق من مال كما فعل صاحب المال والعلم، وهذا مر بنا قريبا، لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا المقصود مش زوال النعمة، وإنما الغبطة، أن يكون لدي وعندي ما عنده يتمنى الإنسان فيفعل من الخير كما يفعل ذاك الإنسان. وحتى أننا ذكرنا الرواية فهم في الأجر سواء لصدق نيته، فهم في الأجر سواء لصدق نيته، نعم، وإخلاصه. والحسد يعني من مظاهر قبحه، من مظاهر قبح الحسد أنه أول ما عصي الله سبحانه وتعالى في السماء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإباء، الامتناع عن السجود حسدا من نفسه واستكبارا، فكانت أول معصية تقع إنما كانت من إبليس، من الشيطان الأكبر في السماء. وأول معصية كذلك وقعت في الأرض هي الحسد، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، قال لأقتلنك ابني آدم، فحسد أحدهما الآخر كيف هذا يقبل منه وأنا لا يقبل مني إلى آخره، ولكن انظر أنت صنيعك، القصة معروفة في الحقيقة.
فهذه أول معصية، أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به في الأرض. وكذلك هو من صفات أهل الكتاب اليهود والنصارى، قول الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كذلك هذا من المعصية التي هي من خصائص هذه الملل الكافرة أهل الكتاب، هذا فيهم. وكذلك الحسد يضاد الإيمان ولا يجتمع والإيمان مع الإيمان في قلب عبد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفي جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. والحديث في النسائي وهو صحيح: لا يجتمع هذا وهذا في قلب عبد. هل يجتمع الغبار، الغبار في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله والخروج في سبيل الله مشيا على الأقدام أو على الدواب أو على كما زماننا هنا مثلا السيارات وغيرها؟ لا يمكن، لا يمكن أن يجتمع هذا وهذا، الغبار في سبيل الله وفيح جهنم أبدا لا يجتمع. وكذلك لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب العبد، في قلب عبد أبدا، في جوف عبد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحسد لا يجتمعان في جوف عبد. ولهذا الحسد ضاد الإيمان وعاكس الإيمان. وكذلك هو داء الأمم، داء الأمم قبلنا، جميع الأمم كان فيهم هذا. الحسد هو سبب المشاكل الموجودة اليوم، العلاقات الاجتماعية، الحروب، المشاكل الكثيرة سببها الحسد، بما أنه قد يصل إلى القتل، كما رأينا في ابني آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم قال لا أقتلنك. إذن الحسد يوصل إلى القتل، ورأينا شيئا من هذا، صور ونماذج كثيرة في المجتمعات. إذن هي موجودة، موجودة هذه الصفة قبل في جميع الأمم، قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحديث في الترمذي وعند في مسند أحمد وهو صحيح صححه الألباني هناك، قال: دب إليكم داء الأمم، أي دخل عليكم ودب فيكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء مرض، الحسد مرض. ولهذا قال داء، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: داء. إذن لابد للعبد أن يطلب الشفاء، أن يطلب الشفاء وأسباب العلاج للحسد. هذا داء الأمم قبلنا، فهو داء إذن وقع في جميع الأمم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وهذا الذي نختم به: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. والحديث في الترغيب، ترهيب للمنذري، إسناده رواه الطبراني وإسناده حسن، حسنه بعض أهل العلم. ومن بعض الآثار التي أقرأها على إخواني، قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: كل الناس أستطيع أن أرضيه. تستطيع أن ترضي الناس جميعا إلا حاسد نعمتين، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. كل واحد تستطيع أن ترضيه إلا الحاسد، الحاسد ما تقدرش ترضيه. والشيء اللي يرضيه، ما الذي يرضيه؟ زوال النعمة، لازم يشوفك ولا شيء، ضايع صايع، لا مال ولا عمل ولا وظيفة ولا نعمة تظهر عليك. وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا؟ إذا كان هذا الإنسان من أهل الجنة كيف أحسده على الدنيا؟ الجنة لها أعظم من الدنيا، الحسد على حاجات الجنة، أما الدنيا كيف وهو من أهل الجنة؟
فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟ يعني هي حقيرة أمام الجنة، لا تساوي شيئا في أمام الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمل الدنيا وهو يصير إلى النار؟ ونهاية زوال بهذه الكيفية، يعني النهاية الوخيمة المشؤومة، نهايته النار، فكيف أحسده على الدنيا؟ إذن إن كان من أهل الجنة فهو في مقام أعلى من الدنيا بكثير، ولا تساوي الدنيا أمام الجنة شيئا. وإن كان من أهل النار فمصيره إلى زوال، فلماذا أحسد أنا أحسده على النعمة التي هو فيها ومصيره إلى زوال به بالنعمة تاعه كلها، كل يزول، رأيتم؟ وقال الحسن البصري: ما رأيت ظالما، هذا الأثر الذي قدمت به قبل قليل، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم، نفس دائم وحزن لازم وغم لا ينفد. الحسن البصري هنا يصف هذا مرض نفسي، قال دائما تجد الحاسد كأنه هو المظلوم، مش هو الظالم، ليس هو الظالم بل هو المظلوم. لماذا؟ للأحوال النفسية التي تعتريه. أولا النفس دائم، نهار كامل هو ينسف كالثعبان، القلب نتاعه ضايق. قال: وحزن لازم وغم لا ينفد، لا ينتهي، يلازمه الحزن وكذلك الغم لا ينتهي معه، لأنه يرى النعم من هنا ويرى النعم من هنا ويرى النعم من هنا، يحسد هذا ويحسد إلى آخره. فهو يشتغل بالناس كثيرا، فهمه كبير، همه كبير، يحمل يعني عبئا. قال ابن أبي حاتم كلام يطول هنا لا أذكره، ولكن قال كلاما قصيرا بعده: الحسد من أخلاق اللئام، أعوذ بالله، الحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ، كل حاجة تنطفئ تشعل طفيها إلا نار الحسد، نار الحسد لا تطفأ. وقال أبو الليث، وشوفوا الآن الآثار الاجتماعية تاع الحسد، كاين آثار تظهر سيئة في الحقيقة ونماذج يعني كبيرة عظيمة وخطيرة. شوف مثلا اليوم عودة السحر من جديد، عودة السحر من جديد، شوف اليوم كثير من الناس يشتكون السحر، الممارسة تاع السحر زادت بطريقة عجيبة جدا، وحتى الناس صاروا يمتهنون ويتعلمون ويحترفون فيه، حتى من لا يعرف. الكارثة أن الصفحات اليوم اللي الناس تعلم منها الخير صارت تعلم منها الشر والعياذ بالله. قال تحب تبني صور، ادخل الصفحة الفلانية تاع البنائين تتعلم كيفاش تبني، تحب ميكانيك ادخل تولي تعرف تصلح السيارة، تحب تتعلم كاش شيء في العلوم الكونية ادخل تعرف إلى آخره. الناس لا تستفيد من هذا، وإنما تستفيد، تحب تدير السحر جارك تخبطه، تحب تدير كذا وكذا ادخل تتعلم، أعوذ بالله. الناس كلها تعرج على هذه الصفحات التي ينبغي أن تقفل وتمنع، فالحسد يدفعك إلى أشياء عجيبة جدا، فيحذر الإنسان من هذا الداء، لأنه داء نفسي، يروح يداوي الإنسان وما يشافي له القدوة، أعوذ بالله. وقال أبو الليث السمرقندي: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود، قبل ما يوصل الحسد نتاعك إلى المحسود عليكم السلام، تصيبك ماذا؟ خمس عقوبات أيها الحاسد. الأمر الأول: غم لا ينقطع، مغموم، الغم قاتل لا ينقطع. الثانية: مصيبة لا يؤجر عليها، لأن من الناس من إذا رأى الخير عند غيره والحسنة من الله سبحانه وتعالى، النعمة من الله عز وجل نزلت على إنسان، الحسود هذا تنزل عليه كالمصيبة صاعقة، كيفاش فلان كذا، واحد ربي ينجحه في كاش امتحان، ربي سبحانه وتعالى يسوق له كاش هدية من عند حبيب صديق هكذا معتبرة،
تشرئب لها الأعناق، فهمت؟ الناس يتطاولون برقابهم لرؤيتها، هدية جميلة، عطية ساقها الله إليه، تنزل كالمصيبة. كيما نصبرك واحدة يجيها نصيبها تاع زواج وقريناتها ما جاهمش، نفس الشيء تجد الناس تحسد وممكن يديروا لها شيء من الأمور اللي ضرها، بدأ بهم تتعوق وما يتمش النصيب. في بعض الأحيان كي نحكيوا هذه الأمور ونجيبوا هذه الأمثلة، الناس يظنوا بلي ضرب من الخيال ماهيش موجودة. يا ولي اللي يعيش في جو طيب، جو طيب مع الطيبين والصالحين، هذه الأمور قاع ما يسمعش بها، ولهذا يشوف قاع الناس طيبين. هذه قلتها لكم مرارا، الإنسان الطيب يرى الناس قاع طيبين، والإنسان الخبيث يرى الناس قاع خبثاء، كلهم يشوفهم خبثاء. اللي يقول السلام عليكم يقول هذا ما قالش السلام إلا لمصلح، صباح الخير، هذا صباح الخير تاعو ماهيش كاين موراها شيء راح يطلب مني كاش حاجه، رايت ما كاش تبسيمه ولا كذا الا ويبنيها على الخبث والعياذ بالله. ولهذا كاين امور في المجتمع نحمد الله سبحانه وتعالى اللي ربي سبحانه وتعالى ما وصلهاش لاسماعنا وما وصلهاش لابصارنا. نسال الله ان يحفظنا من ان نعرف اشياء كثيره. اول علاش؟ لانه مرض كبير ويفتح عليك فتنه عجيبه، يولي الانسان دائما مضطرب وخايف. ولهذا الحمد لله المؤمن دائما آمن، والأمن من جاء؟ أمن النفسي من الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن من الله نفسي يحس، ما لبلكش بلي راه يحسد ولا اللي راه يتكلم ولا اللي راه كذا ولا كذا إلى آخره. أنت ماشي في طريق ربي سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يثبتنا. والناس خلي لي يحسد ولي يآذي ولي ضرب الكلمة يضر وهكذا إلى آخره. يعني مرحبا، ولكن لا يظن يعني الواحد المؤمن أن الناس من حوله يفعلون هذا. ولكن عجيب لما ترى الحسد، الناس يقول قسم الله ظهره، وش يزيد قسم الله ظهره، واحد يدعي على أخوه المؤمن قسم الله ظهره، هذا حسد ولا وش؟ مصيبة هذه، الشيطان ما يفكرش فيها. الثالثة مذمة لا يحمد عليها. الحسد مذمة، كاع الناس كيعرفوا أنه حساد ماذا يفعلون؟ يقابلونه بالمقاطعة، مش المقاطعة التامة، يعني بعدم المجالسة والمحاكاة. تولي ما تقدرش تحكي له شيء نعمة من الله تفضل عليها بك، فرحان بحاجة ما تبينلوش الفرحان تاعك، فهذا هو لا يحمد عليها، يولي لا يحمد على هذا الخلق، ولهذا الناس يعني تبتعد عنه. الرابعة سخط الرب سبحانه وتعالى. سخط الرب أو لماذا سخط الرب سبحانه وتعالى؟ أولا لأن الحاسد في الحقيقة يعارض القدر، يعارض قدر الله. مكتوب ربي سبحانه وتعالى كتب لك الرزق ليك وما كتبوليش لي، علاش نحسدك؟ أنت راك تعارض واش يدير فعل الله عز وجل في خلقه، أنت تعارض فعل الله سبحانه وتعالى بحسدك. والخامسة يغلق عنه باب التوفيق، باب التوفيق، لأنك تعامل بالمثل، أنت لا تريد لأحد أن يوفقه الله لشيء ولا لا، ويضيق صدرك لما تشوف إنسان وفق لأمر فيه خير وفيه فرحة وسرور وقرة عين، فماذا تفعل؟ تتمنى زوالها أيها الحاسد. فالله سبحانه وتعالى يعاملك بالمثل، فيغلق عنه باب التوفيق، باب التوفيق. وكلام كبير في الحق جميل، يربي الإنسان يداويه. قال ابن المعتز: الحاسد مغتاظ غاضب على من لا ذنب له، مغتاظ على من لا ذنب له، ويبخل بما لا يملكه، ويطلب ما لا يجده. مليحة الحكمة جميلة جدا. وقال ابن حزم: إن ذوي التراكيب الخبيثة، مركب فيه النفسية نتاعو مركبة فيه بعض الأمور الخبيثة، يبغضون لشدة الحسد، يبغضون الناس أو أصحاب النعم. يعني كي نقول لكم أصحاب النعم، حتى واحد صحيح ربي أعطاها عافية، ربي أعطاها شخصية مريحة،
واحد عطاه ربي لسان حامد يحمد ربي ولو راه في الحضيض في الطين في الغرقة يحمد الله سبحانه وتعالى حتى ولو في نعم هذا مش نعم تعمال ولا خطر النعم الكبيرة والأرزاق الكبيرة كما قال بعض أهل العلم ليست في المال وإنما في السعادة في العافية في أشياء كثيرة الإنسان يحافظ على الطاعات يحافظ ربي وفقه للقربات هذه نعم فلذلك تلقاه هذا الإنسان دائما في يبخل قال يغتاظ على من لا ذنب له ويبخل بما لا يملكه يبخل بما لا يملكه حاجة ما يشنتعه ويبخل بها هذا فيه حسد هذا فيه حسد تلقاها مثلا واحد صديق يحب يدير الخير يقول له لا وش راح تدير هو فلان كذا وكذا غير ما تعطيلوش ما تعاونوش إلى آخره كأن المال ماله ولا هذا الشيء المعنوي ولا المادي نتاعه ويمنع يرمي لك كلمة كل وسواس الخناس يرمي لك كلمة تخلي القلب نتاعك يتغير من جهة هذا الإنسان اللي يحب التعاون وهو إلا لحسده يحب كلش ليه هذا هو قال ويطلب ما لا يجده ويطلب ما لا يجده دائما يلهث من وراء شيء ولكن عمره لا يوصل له أبدا أبدا تكي تحسد إنسان على الرزق تتصور بلي هذا الرزق راح ينحيه ربي لهذاك الإنسان ويجيبه لك ليك انت إذن قال هكذا قال وقال ابن حزم إن ذوي التراكيب الخبيثة يبغضون لشدة الحسد كل من أحسن إليهم إذا رأوه في أعلى من أحوالهم إذا رأوه في أعلى من أحوالهم وقال الخطاب بن أمير السعدي الحاسد مجنون لأنه يحسد الحسن والقبيح علاش مجنون؟ لأن حاجة المليحة ما تعجبه والحاجة اللي ماشي مليحة ما تعجبه يحسد الحسن والقبيح نعم وقد يتساءل الإنسان يقول لك أعطينا مثال مثلا يحسن القبيح تلقى الحاسد يحسن حتى أصحاب الشر والعياذ بالله الناس اللي عندهم دخلهم رزق عن طريق الحرام ويحسدهم وهم راهم في القبيح ولكن يحسدهم وما يحسدش على الحلال برك يحسد حتى على الحرام والعياذ بالله ولهذا انظر هذه الصفات اللي ذكرناها وهذه الأمثلة اللي ذكرناها كلها يسبق عليها هذا الحديث ولو كان ضعيفا من حيث السند إلا أنه من حيث المعنى من حيث المعنى صحيح فيقول إياكم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب وفعلا هذا الواقع قال الشيخ فإن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره هذه اللونة هذه نتائج الحسد اعتراض على قضاء الله وقدره وقال ثم إن الحسد جمرة جمرة في القلب والعياذ بالله كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله وقال فتجده دائما في نكد ودائما في قلق هذه مرت بنا والحسد ربما يحصل منه بغي وعدوان على من أتاه الله يحصل حتى اعتداء وقتل وضرب بسبب الحسد تقول له ما ذنب هذا الإنسان أن فعلت به هكذا يقول لك هكذا برك هي ما يشهد لك برك فيها شيء في القلب وهو الحسد ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله كما رأيتم من قبل ربي ما يسوقش الرزق ينحيه للمنعم عليه ويعطيه للحاسد لا يرد نعمة الله على عبده مهما حسدت ومهما بغيت فإنك لا تمنع قدر الله على عباده إذن تقتل نفسك بنفسك ولا تحرك شيئا ولا تفعل شيئا ولا تغير شيئا ولا تبدل حالا إلى حال الأمر يبقى كما هو وإنما أنت أيها الحاسد تقتل نفسك وتحترق نكتفي بهذا باب النهي عن التجسس والسمع لكلام من يكره استماعه قال الله تعالى ولا تجسسوا وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هذه الآية مرت بنا قريبا في أبواب لأن هذه الآيات عبارة عن قاعدة عامة تشمل كثير من المسائل تحتها وكثير من الفروع التربوية والأخلاقية والتوجيهية تحتها
فلذلك تتكرر علينا هذه الآية في كل باب. هذا الباب باب التجسس والتسمع لكلام من يكره أن يسمع كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، في رواية ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. مر جزء من هذا في قبل هذا التباغض والتدابر، ولكن احنا راح نركز الآن على التجسس والتحسس. قال: فكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صبره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحقيقة هذا الحديث مركب من عدة جمل جاءت منفصلة ومقطعة في روايات أخرى، ولهذا جمع هنا بهذه الرواية بطوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. الظن هي الخواطر التي تمر، والأفكار التي يعني تنقدح في النفس وفي الذهن، وهي سيئة وتتعلق بأشخاص تعرفهم أو لا تعرفهم. فإن الظن أكذب الحديث. الظن فيه من الكذب ما ليس في الكلام، أكذب الحديث. فاعلم أن الظنون فيها من الكذب الكثير الكثير ما ليس في الكلام، في اللسان. الإنسان قد يكذب بلسانه، ولكن الظن كاذب أكثر من ذلك بكثير. ولهذا تمر أشياء في الذهن تتعلق بأشخاص معينين، فتقول في نفسك: لعله كذا، لعله كذا، لعله كذا. والأمر على خلاف هذا، إنما هو من الشيطان ومن وساوسه. فيحكم الإنسان ويرتب مجلس الخصومة ويكون هو الحاكم، ويقضي بعد ذلك ويرتب العقوبة، ويدخل الإنسان للعقوبة اللي ارتضاها، كله في ذهنه، يدير محاكمة للناس في ذهنه، ويحمل عليهم في قلبه. لهذا تجد بعض الناس يعقدون ويفكون، يعقد ويفك، يعقد ويفك، وين؟ في نفس الداخل، لعل كذا، لعل كذا، ويبني عليها، وبعد استغفر الله يعاود يولي ويبني، وهكذا. هذه الأمور تحدث في النفس، أكذب الحديث الظن. قال: ولا تجسسوا، لعله يأتي منفصلا بعد ذلك، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس معروف أنك تبحث عن خبايا وأسرار وعوارات الناس المخفية التي لا ترى بالعين، المسطورة التي لا يستطيع أحد أن يصل إليها، ولكن أنت تحاول بوسائلك بطرقك أن تصل إليها. من أجل ماذا؟ هو الغالب من أجل الكشف. أنت كيف تحوز على أسرار الناس؟ هذا برك لمجرد أنك تريد المعرفة، مش لمجرد المعرفة، وإنما لمقصد آخر من وراء المعرفة، وهو الكشف. أنك تكشف أسرار الناس وتفضح الناس، هذا هو المقصود بالتجسس. ولكن التجسس في حد ذاته ابتداء محرم، مش حتى توصل أنك تكشف الناس وتفضحهم، فهذا ذنب زائد آخر. أما التجسس في حد ذاته محرم. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا. قال: ولا تحسسوا. والتحسس، هناك من فرق بين التجسس والتحسس. هناك من يقال أن التجسس في الشر، وأن التحسس في الخير، ولكن هنا قال: ولا تحسسوا، إذا ليس في الخير. إذا ما المقصود به؟ منهم من قال كأنه قال نائيا، يعني من باب شرح الكلمة أو إتباع الكلمة بنفسها، بنفس معناها، كان يقال مثلا نأى عني وبعد، نأى عني وبعد، هو النأي والبعد وحدة، وهذه تجدها في كلام العرب كثيرا.
ولكن بعضهم قال لا، ليس التوكيد للتجسسي، وإنما مغايرة له في المعنى، وهو أن التجسس أنك تبحث لتصل، والتحسس أنك ترمي ودنك، قام يتكلموا زوج، تحاول أن تصل إلى سماع الأخبار التي تدور في حديث الناس، فتقترب من مجالسهم وتسمع. وقلنا أن هذه من الأمور التي نهى الشرع عنها، أنك تسمع أخبار الناس أو الحديث الذي يدور بين اثنين، هذا من التحسس. التجسس أنك تبعث ناس والوسائل وكذا من أجل أن تصل إلى الأخبار. أما التحسس لا، التحسس أنك تقف في مكان ترى الناس يتكلمون، تريد أن تصل إلى الكلام الذي يدور بينهم. إذن هذا هو التحسس، هو نوع التجسس، هو نفسه، ولكن أخص منه من حيث الصورة. ولا تنافسوا، طبعا التنافس هنا مش تنافس في الآخرة، التنافس هنا من أجل الدنيا، مش وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا، المقصود لا تنافسوا، التنافس هو في الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلك فتهلككم كما أهلكتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قال ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا إذا بسطت عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها. وطبعا التنافس هذا في الدنيا لابد أن يجد له الإنسان سبلا وطرقا، حتى ولو كانت حراما، لكي يصل إلى مرتبة في الحقيقة دركة، مش درجة ولا مرتبة، ويصل إلى مستوى أحسن من غيره، ولكن في الحرام عياذ بالله. فيستعمل كل الوسائل، كل ما حل في يده حلال، كل ما طرقته يده، كل ما طرقه سمعه بصره، المهم ما وجد من الوسائل لكي يصل إلى مبتغاه ولو كان حراما، فهذا من التنافس. ولا تحاسدوا، وقد مر معنا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، طبعا وهذا مر معنا، ولا تدابروا، تدابر أن يدبر أحدكم عن الآخر، وهذا جسما وحسا. قال وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، يعني اتركوا هذا. وفي رواية قال ولا تناجشوا، تناجشوا بمعنى أنه لا يساومش واحد على غيره، أو لا يزد أحدكم على الآخر، أو ربما قد يفعل الإنسان شيئا يعني مذموما، بحيث أنه يتفق مع غيره فيقول إذا شفت فلان يعني جاي يساومني في هذا الهاتف فقل لي نعطي لك كذا سومة معينة هكذا، حتى يغتر الآخر السامع، يغتر. فإذا شافك أنت أعطيت له هذه السومة هذه أو الهاتف هذا ولهذه السلعة، ما تسواش هذا الثمن، هذا ما تسواش أبدا، هي دون ذلك بكثير. ولكن كي يسمع هو بعض الناس يساوموا بهذه الطريقة هذه، فماذا يفعل؟ يزيد فيغره بهذا الثمن، هذه المساومة هذه، فيغره فيشتري شيئا يعني عالي الثمن ولا يساوي ولا يساويه أبدا، وإنما هو دون ذلك بكثير. هذا التناجش هو عبارة عن حيلة فقط تفعل بين الناس في الأسواق والعياذ بالله. قال ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله سبحانه وتعالى. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هذه اللي نظل ندندن عليها إحنا، ندندن حولها، المسلم أخو المسلم. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. وإذا كان المسلم أخو المسلم، ماذا يترتب على هذا العلاقة هذه الأخوية في الإسلام؟ شوف، قال لا يظلمه، لا يظلمه ولا يخذله، والخذلان يقابل النصر ضد النصر أو النصرة، الخذلان ضد النصرة، بمعنى حذاري أن تترك نصره، ما تظلموش، وحذاري أن تترك نصرته وحده. نصرته هنا مش مع العدو فقط الظاهر الكافر، حتى في مجلس يتكلمون فيه قال يا إخوان حبسوا، هذه مرت بنا، مر بنا المعنى هذا الكلام في هذا المعنى، قال الرجل ما هوش حاضر يا أخي، ما رأيت عليه أو عنه إلا خيرا، وسمعت منه إلا خيرا،
ولا أعرف من حاله إلا خير. قال هذه نصرة، هذه نصرة. نعم، موش فقط تصوروا النصرة هذه يعني مع العدو فقط ظاهر كافر، ولا يحقره أو جاي الاحتقار، الاحتقار حجرة، الحجرة لا تكون إلا عن تكبر وترفع، لما تشوف روحك أنك خير منه. وهذا سيأتي إن شاء الله، لا يسخر قوم من قوم عسى أو جاي الاحتقار كيف يكون، غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم، وربما يكون أحسن منه بكثير عند الله في ميزان الله سبحانه وتعالى. التقوى ها هنا، وهنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن التقوى ليست في المظاهر، ليست في الأشكال والصور، ليست في اللسان كيف تعرف تتكلم ما تتكلمش، ليست في العلم الذي تحمله، لأن ممكن الإنسان يحمل العلم ولا يعمل به، واليهود عندهم العلم ولا يعملون به، وهم من الضالين وهذوك من المغضوب عليهم، وعندهم من علم الكتاب. إذن الأمور ليست بهذا، بهذا الأمور، وإنما بهذه الصفات التي ذكرنا، وإنما هي بالتقوى. قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صبره، بحسب امرئ من الشر. يكفيه الإنسان شر، يكفيك شر دون الشرور الموجودة، حتى ولو قدر الخير في كل شيء، في كل أبواب، في كل ميادين، في كل مجالات تفعل الخير، ولكن لو كان غير في هذه فقط، في هذا المجال فقط، تفعل بأن تحتقر أخاك المسلم يكفيك شر، شر كبير أن يحقر المسلم أخاه، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، هذه قاعدة، ماله دمه وماله وعرضه مرت معنا. لا يجوز لك بحال أن تتعرض لنفس أخيك، هذا هو الدم، أن تقتله بغير حق، أو إلى عرضه أن تتهكه بغير حق، أو ماله أن تأخذه وتسلبه بأي شكل، سرقة أو غيرها، أكل أموال الناس بالباطل بغير حق. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وهي أجسامكم أجسادكم، ولا إلى صوركم طولا وعرضا وثقالا وصحة وإلى آخر، لا ينظر جمالا وسامة أبدا، أو حق دمامة وضعفا، لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر ربي للقلوب، تقواها هنا، ثم ماذا تثمر هذه التقوى من الأعمال، هذا هو ميزان الله سبحانه وتعالى، والباقي كله ولا شيء، ولا شيء. إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن هذا هو الحديث الذي تضمنه هذا الباب، الذي هو النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. فذكرنا الآن في هذا الباب التجسس والتحسس، هذا هو من يكره استماعه، التجسس والتحسس. الحلقة المقبلة إن شاء الله، إذا كانت هناك حلقة نعرفهم بعد إن شاء الله، النهي عن سوء الظن، هذا هو الظن يأتي مستقلا بحول الله تعالى وقوته، ثم يأتي تحريم احتقار المسلمين على حدى، ولهذا ما حبيناش نشرحه كثير في هذا المحرمين، علاش؟ لأنه سيأتيان استقلالا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا صالح الطاعات.